السلام عليكم أخواني المشاهدين، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في البداية أود أن أعتذر للإخوان الذين لم أستطع أن أجيب عن أسئلتهم في وقت مبكر، وذلك لضيق الوقت حتى أنني لم أستطع وضع فيديوهات جديدة لكم. من بين الأسباب التي تجعل الأنثى تهجر العش وهو القمل. في هذا العش وضعت الأنثى بيضتان وحضنت عليهما فقط لمدة يومين، ونظرا لضيق الوقت لم أستطع تنظيف وتعقيم القفص وتعقيم العش، فالقمل كارثة للمربين الطيور. ففي ظرف يومين فقط من الحضن على هذا البيض وجدت العش مليء بالقمل، رغم أنني استبدلته بعش جديد ونزعت يعني كل المجاتم من القفص والعلب التي تستطيع الأنثى أن تقف عليهم، إلا أنها لم تعد لحضن البيض، وانتظرته لساعات طويلة ولكنها لم تعد، وذلك بفعل القمل الذي يأكل ويمتص من دمها. وأتمنى أن لا تقعوا في هذا الخطأ، و يجب على المربي خصوصا في وقت يعني حضن البيض، يجب عليه أن يقوم بتعقيم القفص جيدا والعش بالثوم، يعني بحك الثوم على جوانب القفص وعلى العش، ومع التنظيف يوميا ورش المبيدات. والسلام عليكم ورحمة الله.